بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، أهلنا الكرام من محافظة الدقهلية، أستهل حديثي إليكم اليوم بتوجيه التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم الذي يثبت كل يوم عبقريته الوطنية ويؤكد على قدراته الجبارة ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه ومقدراته ويسعى دوماً للبناء وتحقيق السلام والتنمية. ويظل المواطن المصري هو بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ أمتنا الوطني، فهو وحده بناء هذه الأمة وكنزها الباقي بلا فناء أو نهاية إن شاء الله. وبعزيمته وإرادته حقق الوطن البقاء، وبعقله وساعده تتحقق على أرض مصر الطيبة معجزة البناء. واليوم نشهد معاً مشهداً جديداً من مشاهد الإنجاز التي تتحقق بسواعد المصريين وبجهودهم الحثيثة المخلصة والتي تعيد رسم خارطة مصر كي تتسع لأحلام المصريين وتليق بتضحيات أبنائها من أجلها.